مساء الخير وسعادة على حضراتكم. إذن اختتم القادة العرب قمتهم 32 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وده جه يعني بعد الموافقة على إعلان جدة. والحقيقة كانت هذه القمة فتحت الكثير من الجراح والأوجاع للوطن العربي، وطبعا بالتأكيد يجي على رأسها القضية الفلسطينية اللي منذ أيام كانت ذكرى نكبتها 75. ومن هذه الأوجاع الوليدة زي الأزمة السودانية اللي يعني يمكن عدى عليها شهر، مرورا بباقي هموم وأوجاع وألام الوطن العربي من لبنان صغير المساحة كبير الأزمات، لليبيا، لليمن، وبالتأكيد الأزمة السورية. شعوب بتدفع ثمن غالي من عمرها ومقدراتها ومستقبل ولادها. ويمكن النهاردة القمة شهدت بادرة أمل بالنسبة للجميع بعودة سوريا للحضن العربي، وده جه بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد بعد غياب دام 12 سنة في الجامعة العربية. مشهد خلانا كلنا نتفائل الحقيقة يعني أنه يكون في مستقبل أفضل بكرة في سوريا، أنه يكون في أفضل فيما يخص الأزمة السورية. على كل حال القادة العرب اتفقوا في البيان الختامي للقمة على ضرورة التكاتف من أجل حل قضايا الأمة العربية والتعاون العربي العربي. ويمكن دي حالة وصفها الحاضرون للقمة بأنها يعني حالة يعني غاية في الإيجابية، ومرحلة تسمى بمرحلة التعافي العربي. والتعافي ده بإذن الله يكون مفتاح لحل أزمات الوطن العربي الغني بشعوبه وبثرواته. الوطن العربي اللي دائما ما يكون محور الأحداث في العالم، عشان كده النهاردة كان في يعني حضور لقمة طرفي الصراع الروسي الأوكراني الأهم حول العالم، واللي بالتأكيد هذه الحرب وهذا الصراع ليه انعكاسات كبيرة على كل اقتصادات العالم، ويعني أثرت بشكل كبير وشديد على الجميع، وبالتأكيد الدول العربية متأثرة بهذا. شفنا النهاردة حضور للرئيس الأوكراني زيلنسكي وخطاب أيضا من الرئيس بوتين للقمة العربي. هنتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل أكتر عن مخرجات هذه القمة العربية بجدة. معنا دلوقتي على التليفون سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير على حضرتك سعادة سفير، وبداية الحديث عن عودة سوريا للحضن العربي وحضور الرئيس بشار الأسد اليوم، ماذا بعد عودة سوريا للحضن العربي، وماذا قرأت من خلال كلمة الرئيس بشار الأسد اليوم أمام الجامعة العربية؟ أولا مساء الخير لحضرتك. طبعا هي خطوة جيدة جدا فكرة عودة سوريا إلى جامعة مقعدها في جامعة الدول العربية، ولكن احنا لسه أملنا مشوار طويل جدا حتى نستطيع إن احنا نملك حل عربي للقضية السورية، وبالتالي احنا يجب أن يكون عندنا تفاؤل حذر في هذا الأمر. صحيح ان العوده ديت بتشكل قوه دفع جيده للعمل العربي من يعني بشان سوريا، ولكن حضرتك عارفه ان سوريا للاسف محتله من جيوش اجنبيه كثيره، وبالتالي فيها مشاكل عميقه جدا يمكن اعمق من اي مشكله عربيه طويله الامد زي ما بنقول، سواء كانت ليبيا او اليمن او السودان. الان سوريا لها وضع خاص جدا نتيجه التواجد الاجنبي، وهو حتى الرئيس بشار النهارده اشار الى تركيا ودورها هناك احتلال بعض الاراضي السوريه، ولكن حضرتك في تواجد اخر ايضا زي روسيا وزي تركيا وزي ايران وحزب الله وغيرها من امريكا، طبعا فيها قاعدتين هناك. فاذا احنا امام يعني مشكله معقده وهتحتاج لنا وقت طويل جدا عشان ندعي ملكيه الحرب في سوريا، ولكن هذا الامر ممكن قوي ان احنا نوصل له، لكن لازم يكون عندنا خطه او خريطه طريق نسير عليها من اجل دفع الامور في سوريا، وفي نفس الوقت لا نفرط في التفاؤل ان الامور هتتحل يعني قريبا جدا، لا هناخد شويه وقت وفي جهد كبير هيتم في هذا الشان. ايضا سعاده سفير اليوم ويعني دعوه القاده العرب الى السودان للعوده للحوار واللجوء للحوار للخروج من هذه الازمه، كيف يمكن لهذه الدعوه العربيه ان تكون مخرجا للسودان من ازمته؟
اعتقد ان هي بتشكل تصميم عربي ان احنا الازمه في السودان لا تاخذ نفس المجرى اللي اخذته الازمه في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن. واقصد بهذا ان الدول العربيه عندها اراده صلبه بانه الازمه في السودان ان هي تنتهي بسرعه، لانه لها فعلا زي ما قال فخامه الرئيس السيسي هيكون لها تداعيات خطيره جدا على الاقليم وعلى المنطقه كلها. وبالتالي اعتقد ان احنا استفدنا من دروس الماضي بالنسبه للازمات اللي موجوده في الاقليم، وبالتالي هناك قدر كبير من الاحساس بانه يجب ان احنا نضع حد سريع لهذه الازمه اللي اثرت طبعا على مصالح الشعب السوداني الشقيق. كلمة رئيس زيلينسكي اليوم وأيضا خطاب رئيس بوتين لجميع الدول العربية اليوم، يعني كيف ترى هذا وجود طرفي الصراع اللي يمكن أثر في اقتصادات العالم كله اليوم أمام جامعة الدول العربية، وهل يمكن أن يكون الجانب العربي جانب مؤثر في هذه الأزمة؟ والله هو الأهم أنه ولي عهد السعودية أعلن بصراحة أن المملكة بتريد أن هي تتدخل في الوساطة بين الطرفين. أعتقد أن هو ده الأهم في الموضوع، لأنه الكلمات اللي امام يعني القمه كانت طبعا بتعبر عن مواقف معينه، ولكن في نفس الوقت مش هي دي اللي تؤدي الى حلول. ولكن اعتقد الوساطه الرصينه الهادئه ممكن قوي المملكه تقوم بها في هذا الصدد، ويمكن ده يكون بادره خير ان احنا نصل الى حل سياسي في الفتره القادمه ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع نستكمل فقرتنا مع حضراتكم، ومستمرين مع حضراتكم في تغطية لكل مخرجات قمة جدة، لكن هنروح لفاصل ونرجع نستكمل حلقة. أؤكد أن مصر بما عهدتموه عنها على الدوام ستدعم بكل صدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي، إيمانا منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما كنا بنتكلم معاكم من شويه عن القمه العربيه رقم 32 واللي كانت في المملكه العربيه السعوديه في مدينه جده، الحقيقه عايزين نتطرق مع حضراتكم دلوقتي لكلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء القمه، واللي اكدت على مجموعه من الثوابت المصريه اللي دايما السيد الرئيس بيتحدث عنها في كل المحافل العربيه والدوليه. اكد سياده الرئيس على انه التجربه العربيه خلال السنين اللي فاتت كانت الحقيقة يعني أثبتت صحة وصدق هذه الثوابت، وهي مسألة الحفاظ على الدولة الوطنية، دعم مؤسسات هذه الدولة. كمان أشار سيادته في كلمته أنه ده يعني أصبح فرض عين وضرورة حياة للحفاظ على مستقبل الشعوب ومقدرتها. وخلال القمة كمان أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في جهودها لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكرياً وأمنياً سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية
على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أيضا فيما يخص الملف السوداني، شدت سيادة الرئيس على أنه أزمة السودان الشقيق تنذر في حال عدم التعاون لاحتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة. واشتعلت كذلك أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر إذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. أما بشأن الأمن القومي العربي، فأكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ، لذا فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مع إدراكنا أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التي نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ختاماً، أؤكد أن مصر بما عهدتموه عنها على الدوام ستدعم بكل صدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي، إيمانا منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام. ولمزيد من التفاصيل حول كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقمة جدة، دلوقتي معانا على التليفون الكاتب الصحفي أستاذ جمال الكشكي. مساء الخير على حضرتك. ويمكن كنا بنتحدث عن الثوابت المصرية لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائم الحديث عنها في كل المحافل العالمية والعربية، مسألة الحفاظ على يعني مؤسسات الدولة وكيانات الدولة. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم التحدث عن الحفاظ على مقدرات الشعوب وثروات الشعوب. يعني كيف قرأت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام قمة جدة؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خلينا نقول إنه هذه الكلمة كلمة قوية عميقة حاسمة قاطعة، أدت رسائل أعتقد أن هذه الرسائل كانت جامعة. الثوابت المصرية في الحقيقة لو حللنا كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مسؤولية قيادة الدولة المصرية نجدها تنطلق من مرتكزات مفهوم الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها. واحد. اثنين، احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ثلاثة، الحفاظ على الأمن القومي العربي. النهاردة كلمة السيد الرئيس بانوراما تعكس لنا عدة رسائل. واحد، أنه لا بديل عن الاستقرار ولا بديل عن الحوار السلمي، الحوار السياسي، حوار السلام والاستقرار. اثنين، أنه من غير المسموح ولم يكن متاحا ومسموحا الآن لوجود الميليشيات والجماعات الإرهابية والتنظيمات التكفيرية والفوضى، ولا يجب أن تكون المنطقة العربية رهن لمحاولات الفوضى والتخريب. في الحقيقة أيضا الرسالة، رسالة السيد الرئيس بتؤكد لنا من خلال التركيز على قضايا زي القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة لمصر، بتخلينا نقول انه الدولة المصرية هي الباب والبوابة
للأزمة القضية الفلسطينية أو القضايا الأخرى العربية، لأنه مصر في جدول أعمالها أولوية قصوى للاستقرار في المنطقة وللشعوب العربية، وبالتالي هنا حرص السيد الرئيس على التأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، امتثالا للقوانين الدولية والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي. وأن الخيار الوحيد هو الخيار الاستراتيجي، هو خيار السلام لدى مصر والدول العربية. صحيح. أستاذ جمال، عايزة أتوقف مع حضرتك عند القضية الفلسطينية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الحديث عن القضية الفلسطينية في كل المحافل العربية والدولية، ويمكن اليوم فلسطين رسالة عربية واضحة ويعني قوية للجانب الإسرائيلي في ظل التغيرات الواضحة في السياسة الدولية وأولوياتها. إلى أي مدى ممكن أن يحدث هذا تغيير حقيقي وملموس على الواقع؟ يعني القضية الفلسطينية يعني مركزية بالنسبة للدولة المصرية، يعني الشغل الشاغل للدولة المصرية في هذا النوع من الأزمات، تابعنا التدخلات أخيرا منذ أيام قليلة، نجحت مصر ومبادرة مصرية في إيقاف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، وأدان السيد الرئيس وذكر بالاسم اليوم إسرائيل، الكيان الإسرائيلي، في محاولاته للاعتداء ويعني الحروب التي شنها على أشقائنا في فلسطين. وبالتالي هنا عبر التاريخ ويعني منذ إقامة الاحتلال، والدولة المصرية مهتمة اهتمام بالغ بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهذا يعني يعلمه القاصي والدان. ولو تابعنا، لو تتذكرين العام الماضي عندما حدثت الحرب ما بين الجانب الإسرائيلي وغزة، وكيف أنه الرئيس بايدن اتصل بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث مرات خلال 72 ساعة، لأنه الجميع يعلم سواء على المستوى الإقليمي والعالمي أن المفتاح هنا، القاهرة تستطيع وتمتلك أدواتها، لأنه هنا القاهرة في هذه اللحظة لا تقوم بدور الوساطة، ولكن هي لديها عقيدة وإيمان كامل بأن هذه القضية يعني مهمة بالنسبة للدولة المصرية، وأن استقرارها ينعكس على استقرار الإقليم، وأن الأمن القومي الفلسطيني هو الأمن القومي للمنطقة العربية بل للإقليم بشكل عام. ومن هذا المنطلق تتحرك مصر دائما، لأنه هي تؤمن بعدالة القضية وتؤمن بالحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة. أيضا الملف السوداني وحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التبعات الكارثية لاستمرار الأزمة في السودان، ودعوة القادة العرب لطرفي النزاع في السودان للعودة لطائلة الحوار ويعني الوقف لهذه الحرب. يعني خلينا نقول إذا كانت مصر هي القلب النابض لإفريقيا، فالسودان هي باقي الجسد الإفريقي. ليه؟ لأنه السودان تربطها علاقات قوية جدا بمصر، يعني نحن شعب واحد في دولتين. وفي نفس الوقت لو بنتكلم عن الأزمة الأخيرة، مصر أستاذ جمال حضرتك لسه معانا؟ وفتحت أبوابها للأشقاء السودانيين في الدخول إلى مصر، وقدمت لهم كافة التسهيلات، وأيضا دعت مصر والسعودية لعقد يعني جلسة طارئة لجامعة الدول العربية. وفي نفس الوقت تابعنا الاتصالات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة وجوتيريتش وسيلفا كير رئيس جنوب السودان ورئيس كينيا وغيرها، والعشرات من الاتصالات، هذا فضلا عن مجموعة التواصل بجامعة الدول العربية والتي ترأسها مصر والسعودية. وهناك يعني محاولات كثيرة. رسالة السيد الرئيس النهاردة في كلماته المهمة تؤكد وتحذر وتدق ناقوس الخطر، بأنه أن هذه الحرب لها مخاطر إن لم تتوقف، وتهدأ هذه الأزمة يعني ستكون مترامية الأطراف على من حولها.
صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ جمال الكشكي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. لسه مستمرين مع حضراتكم في برنامج التاسعة، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. خليكم دايما معانا. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الحديث عن جلسات الحوار الوطني حديث مستمر، وكان يمكن في امبارح جلسة عن الهوية المصرية على طاولة الحوار الوطني. زي يمكن أن نحافظ على ملامح هذه الهوية المصرية مش بس داخليا لكن كمان بالنسبة للعالم، لأنه ده بيتعلق شوية بتماسك المجتمع نفسه، التواصل ما بين الأجيال، علاقتنا بكل حاجة في بلدنا، وحتى بلغتنا، بديننا، بعاداتنا، بتقاليدنا، بالمعتقدات اللي تربينا عليها. إزاي ده ممكن يكون منعكس على الفنون والتراث وجميع العناصر اللي بتشكل هوية وطننا الغالي. خلينا نعرف مع حضراتكم دلوقتي يعني أهمية طرح هذه القضية على طاولة الحوار الوطني، وإيه المقترحات اللي ممكن تعزز يعني تصدير هذه الصورة عالميا، مش بس يعني الحفاظ عليها داخليا. من الدكتور بسام الشماع عالم المصريات، مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ومسألة تصدير الهوية المصرية وتقديمها بصورة لائقة، كيف يمكن أن يكون هذا، وما هي المقترحات اللي تمت في جلسة الهوية الوطنية داخل الحوار الوطني؟ الحقيقة عندما بدأ الكلام في الحوار الوطني امبارح في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، الحقيقة كان لكل واحد فينا 4 دقائق يعرض فيها أفكاره واقتراحاته. كان هناك ناس تكلمت عن ومن قبائل سيناء العظيمة، استمعنا إلى اقتراحات من الجنوب العظيم، استمعنا إلى قبائل مصرية على أعلى مستوى، الحضارة، التاريخ، التعليم، الأحزاب، مخرجين، مذيعين، فنانين، علماء مصريات، واحد زي حالاتي اتكلمت أيضا. المنصة ذات نفسها كانت محمد سلماوي، دكتور مجاهد، دكتور سلماوي، يعني كان الحقيقة القاعة كلها مفعمة كده بالحضارة والثقافة والفنون وتأصيل فكرة إحنا شعب لا يمكن هتقدروا في أي حتة وفي أي مرحلة تاريخية. ده رسالة للعالم بقى أو للناس اللي هي بتحاول على مدار تاريخنا نزع ذلك الجذر القوي الذي يسمى الحضارة المصرية. وأنا الحقيقة في كلمتي ابتديت بأن أنا كنت بطمنهم أن إزاي الشباب المصري كله قام قائمته وانهضر كالفيضان وكالبركان أمام محاولة حدثت خلال الشهر اللي فات في تغيير ولو جزء حتى من تاريخ لامرأة لم تكن مصرية ولكنها ولدت في مصر، وهي طبعا كليوباترا. الحقيقة دكتور بسام نقطة مهمة جدا وإيجابية، لأنه دايما بتتهم الأجيال الصغيرة دي أنه يعني عندها حالة كده من الجفا وما عندهاش حالة الحفاظ على الهوية، لكن الغيرة الكبيرة اللي حصلت على تاريخنا وتراثنا وشفناها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان المحرك الرئيسي فيها الشباب، شيء مهم جدا وشيء إيجابي جدا. وعلشان كده أنا ابتديت بيها الحديث بتاعي أمس عندما تكلمت، قلت لهم أنا بطمنكم، إحنا محتاجين شوية إن الشباب والكبار دفاعهم عن الحضارة، دفاعهم عن التاريخ يكون منضبط بنسبة معينة، نبعد شوية برضو عن طريقة ممكن أبقى أنا متعصب شوية، متحمس زيادة عن اللزوم. فإزاي الخبرات بتاعت الناس اللي زي حالاتنا، اللي بقى لها واحد زي حالاتي بقى له 40 سنة بيقرأ تاريخ، حاضر في الخارج، يعرف كويس شخصيات الأجانب، كيف نصدر تاريخنا بشكل طبيعي وجميل وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه مبالغات، وكمان لا نبخس الحضارات الأخرى حقها كما لا نبخس حقنا احنا كمان ونفتخر بحضارتنا. مادة الحضارة هي اللي أنا اقترحتها، مادة تدرس في المدارس من سنة تالتة ابتدائي، واقترحت أن المادة دي تبقى مادة مش مادة رسوب ونجاح علشان ما يحصلش برضو فكرة الهروب من حصة التاريخ ومن الأرقام ومن الأسماء. في حقيقة الأمر مادة الحضارة اللي هي وجهة نظري واللي عرضتها امبارح في الحوار الوطني ملهاش أي علاقة بفكرة الأسماء والأرقام والتواريخ والأحداث اللي احنا كلنا حافظينها، ولكن سوف تكون مادة خفيفة معلوماتها لطيفة وحيكون فيها تصحيح وحيكون فيها الرجوع للجذور المصرية. ما أحوجنا الآن أننا نرجع لجذورنا المصرية. احنا بنقول تاريخ وبنقول عظمة مصر في التاريخ، وانا بنقول كده علشان نقول نحط ايدينا على خدنا ونقول احنا كنا عظماء، لا،
احنا بنقول كده علشان نبتدي من حيث انتهى اجدادنا. احنا بنتكلم على حضاره 7000 عام بقالنا مليون سنه في الاعلام وفي الافلام وفي التلفزيون والافلام التسجيليه، تسمعي دائما وابدا 7000 سنه. طيب ما قولكم في ان كانت ويكس الرجل الامريكاني عالم المصريات الذي يعني عبر في اكثر من 45 عاما في الاقصر يعيش ويدرس كل سنتيمتر في طيبه القديمة الأقصر، قام علينا بحتة جملة يعني لو لم يكن قالها غيرها لا صنعت له تمثالا في ميدان التحرير. قال هذا الرجل كانت ويكس أن المصريين، إن البشر عاش على أرض تيبا منذ على الأقل 500,000 سنة. هذا رجل عالم من التوب خمسة أو من أعلى خمس علماء مصريات في العالم. عندما يتكلم كانت ويكس يستمع العالم إليه، وهو يقول لنا بمنتهى الموضوعية ومنتهى الإثباتات عن طريق الاكتشافات الأثرية أن الحضارة المصرية ترجع إلى أكثر من 500,000 سنة. واحد، اتنى فتح يدرس في مادة الحضارة، اتنين إعادة كتابة التاريخ، تلاتة الاستعادة للأسماء الصحيحة. أنا مش لازم أمشي على الأسماء اللي حطها لي بعض الناس اللي معرفوش يكلموا هيروغليفي كويس. يعني مفيش ملك اسمه تحتمس، هو جحوتيمس. مفيش ملك اسمها حتشبسوت، هي حتشبسوت. الهيروغليفيات بتقول كده، هو نعرمر وليس نارمر. طيب نقول برضو تاريخ سيناء، يعني عندما تكلم ممثل سيناء امبارح الحقيقة تكلم بكلام في منتهى الأهمية، ويجب أن احنا نصدر للعالم كما تفضلت حضرتك فكرة سيناء. من منا يعلم أن سيناء في أوائل القرن العشرين تم اكتشاف فيها بروتو سيناتيك سكريبت، الكتابات السينائية المبكرة التي أثرت في الفينيقية في اليونانية في اللاتينية. إذن الذي علم أوروبا هي سيناء، تخيلوا، الهجائية السينائية هي التي علمت أوروبا الهجائية الـ ABC، فبالتالي أو الألف باء فاء في الهجائية الأجنبية. إذن يعني حضرتك بتتحدث عن مسألة أنه كل هذه المعلومات يجب أن تدرس، وانه يعني التعليم جزء اساسي في مساله العوده للهويه المصريه وشكل يعني عرضها للعالم. ده لازم يبتدي من وهم الاطفال في المدارس، يكون عندهم كل هذه المعلومات بشكل مبسط. يمكن نتطرق للمسرح، يعني يمكن استخدامه يعني في مثل هكذا يعني حديث عن الهويه. هم تكلموا على فهم، انا كنت اقول ان على المسلسلات والسيناريست والمخرجين ان هم يتوخوا الحذر ويقعدوا مع علماء، لان الافلام والمسلسلات بيبقى فيها اخطاء تاريخيه كثيره. اخيرا، الوطنيه لا تخترع، الوطنيه لا تخترع، هي مزروعه جوانا يا جماعه. علينا فقط ان نروي هذه الوطنيه بكل هذه الاسانيد والاساليب اللي انا ذكرتها. صحيح. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور بسام الشماع عالم المصريات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب موضوع مهم جدا والناس كلها بتتابعه من الاسبوع اللي فات، الحقيقه من يوم الجمعه اللي فاتت، ومن ساعه قرار مجلس الوزراء الخاص باعفاء الواردات الخاصه بالذهب مع كل الناس اللي جايه من بره من الجمرك والرسوم، ما عدا مساله ضريمه القيمه المضافه اللي زي ما حضراتكم طبعا تابعتوا وشفتوا معانا هتكون على المشغولات الذهبيه، مش هتكون على السبائك والجنيهات. ايه اللي حصل؟ في انخفاض في أسعار الذهب الحقيقة في السوق المصرية، تابعناه كلنا على مدار الأسبوع اللي فات، والحقيقة انخفاض ملحوظ. يعني احنا بقينا دلوقتي شايفين تقريبا انخفاض يمكن 4000 جنيه، فهل احنا هنستمر في مزيد من الانخفاض خصوصا مع يعني الاستقرار اللي احنا شايفينه في الأسواق لبعض الوقت؟ هنرتفع مرة أخرى؟ ناس يمكن عندها تساؤلات في هذا الصدد، فخلينا نفهم إيه اللي بيحصل بالضبط في أسواق الذهب. معنا دلوقتي أستاذ هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية. مساء الخير على حضرتك، ويعني لو تطلعنا كده ماذا يحدث داخل أسواق الذهب وطمن الناس، هل إحنا قدام مزيد من الانخفاض واستقرار للأسعار؟ هل هيرجع الذهب يرتفع تاني؟ أستاذ هاني مساء الخير، حضرتك سمعني؟ ايوه اتفضل يا فندم. مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين. بالفعل زي ما حضرتك اشرتي كان في مردود ايجابي جدا للقرار اتاخد برئاسه الوزراء بخصوص السماح للمصريين بالقدوم بالمجهولات الذهبيه او السبائك، وده كان له مردود هو يعمل توازن نسبي، بالتالي تتوازن الاسعار، وده اللي شاهدناه على مدار يوم اللي فات والاسبوع اللي فات. شفنا انخفاضات يوميه بشكل يومي، استقرت تقريبا عند 2200 للعيار 21، و
فكرنا في التوقيت ده انه ده توقيت ممتاز للشراء على اعتبار ان هو تقارب ده من السعر العالمي. النهارده ابتدينا نشاهد بعض الزيادات الطفيفه على الذهب. وده تفسيره ايه يا استاذ هاني؟ هل ده العادي؟ يعني احنا كده بنتكلم على ارتفاع قادم بعد هذا الانخفاض؟ بصي، هو كان الانخفاض له اكتر من عامل. وجود القرار والحاله النفسيه عند الناس اللي توقفت نسبيا عن الشراء مما قلل عمليه الضغط والطلب. بل بالعكس، وصلت لان بعض الناس خافت للذهب يرخص ويوصل لارقام قليله قوي فابتدت تبيها. كل العوامل دي كانت عكس العوامل اللي قبل كده اللي وصلت الذهب لارقام قياسيه. لكن لما يحصل التوازن بقى وتبتدي الدنيا تستقر هيبتدي الامور تختلف نسبيا. وهو ده اللي احنا ابتدينا نشوفه، لان احنا اشرنا انه السعر بقى قاب قوسين او ادنى من السعر العالمي. ولما ابتدت تحصل حركات شرائيه بسيطه ابتدت الاسعار نسبيا تتظبط او يعني تميل للارتفاع مره اخرى. طيب حضرتك النهارده شايف في ارتفاع بتقول نسبي في سعر الذهب، الايام اللي جايه حضرتك متوقع ايه؟ واحنا كنا بنتكلم على انه مساله ارتفاع الاسعار بالشكل الرهيب اللي كان حاصل ده بيؤثر على صناعه الذهب نفسها. تمام، احنا مش هنشاهد الارتفاعات اللي هي القياسيه اللي هي حصل المره اللي فاتت. بس احنا يعني ممكن نشاهد مزيد من التماسك او الارتفاع البسيط في الوقت اللي جاي، لانه هو برضه في الاخر هو احنا بنقول الذهب مخزون قيمه والذهب استثمار طويل الامد مش قصير الامد. يعني ما بننصحش حد يروح يشتري الذهب النهارده عشان يبيعه بكره وبعده. صحيح صحيح، مش ده التوجه، لكن الناس اللي بتشتري ذهب بتحتفظ بيه مده 6 شهور سنه، وبعد كده هتلاقي بكل تاكيد سعره ارتفع. ويمكن يعني في النهايه مساله وجود سعر عادل للذهب يوازي الاسواق العربيه والعالميه ده اللي الناس منتظراه. بكل تاكيد، واعتقد ان احنا تقربنا منه بنسبه عاليه جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ هاني ميلاد رئيس شعبه الذهب بالغرفه التجاريه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا في التاسعه. دلوقتي مشاهدينا نروح مع حضراتكم لفاصل وبعد كده نرجع نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا يعني كل الجماهير المصريه الاهلاويه بيشجعوا النهارده ناديهم، ويمكن الاف من الجماهير بتتوافد على استاد القاهره من الصبح وفي انتظار جديد لانجاز جديد للمارد الاحمر في افريقيا. ودلوقتي عايزين نقول لحضراتكم انه نتيجه المباراه 1-0 للنادي الاهلي امام الترجي، اللي احرز الهدف وافتتح التسجيل كان حسين الشحات من تمريره جات له من بيرسي تاو. ويعني الجماهير طبعا منتظره انه الاهلي يصعد للنهائي، وده لو حصل هتكون المره ال 15 تقريبا في تاريخه، والرابعه على التوالي يصل النادي الاهلي باذن الله لنهائي دوري ابطال افريقيا. خلينا نتابع مع حضراتكم اجواء الشوط الاول. دلوقتي معانا على التليفون الناقد هاني عبد الصبور، الناقد الرياضي مساء الخير عليك، وازاي شايف اداء النادي الاهلي امام الترجي في الشوط الاول؟ مساء الخير عليك يا استاذ هاني، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. بالفعل الاهلي خلاص يعني على اعتاب انجاز تاريخي بالوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره الرابعه على التوالي، في انجاز لم يحدث من قبل اي نادي في تاريخ افريقيا. الشوط الاول اول حبه اللي اتلعبوا من الشوط الاول الدقائق يعني احنا في الدقيقه 30 تفوق واضح للنادي الاهلي، هدف حسين الشحات. النادي الاهلي بيمارس ضغط على لعيبه الترجي في جميع انحاء الملعب، وحسنا فعل كولر اللي بدا بالتشكيل الاساسي. ناس كتير قبل المباراه كانت بتتكلم عن فكره ان كولر ممكن يخوض المباراه باريحيه، يدي بعض الوجوه اللي ما بتشاركش باستمرار فرصه في المباراه، يدي راحه لحمدي فتحي على اعتبار ان هو عنده انذارين وربما يغيب عشان المباراه النهائيه. فهو لكن هو كان ليه تصريحات يا استاذ هاني انه لا يمكن الاستهانه بالترجي وانها مباراه قويه ايا كانت النتيجه في رادس، يعني نتيجه الاهلي هناك 3-0 النهارده ما تخليش انه كولر يستهون بالمباراه.
طب لا يعني بس اقول لحضرتك في مدارس في المدربين، يعني في مدرب بيقول كلام كويس جدا في المؤتمر الصحفي ويجي على ارض الواقع تلاقي عنده بعض الاريحيه، يعني كسبان الترجي 3-0 في الذهاب بالمباراه هنا على ارض وسط جماهيره، ما اعتقدش بالمستوى اللي شفنا فيه الترجي ان في اي فرصه للعوده، وبالتالي كان ممكن فنيا كان يمتلك كولر من الرفاهيه الفنيه ان يدفع في بعض العناصر اللي ما بتشاركش، لكن الراجل احترم الخصم واكد على الكلام اللي قاله في المؤتمرات الصحفيه منذ العوده من هناك، وبالتالي شفنا كلنا اللعيبه النهارده التشكيل الاساسي عدا علي لطفي اللي بيشارك بديلا لمحمد الشناوي، الاهلي محترم الترجي وبيديله قدره وبيلعب بالكره المعروفه بيضغط عليه من جميع انحاء الملعب، والترجي بيحاول يدافع عن شخصيته وشخصيه البطل، طبعا الترجي من الانديه الكبيره برضه في القاره الافريقيه، بس للاسف يعني اللي هو اصطدم بالنسخه الاقوى للنادي الاهلي، وبالتالي هيكون في صعوبه ان هو يرجع في المباراه زي ما احنا شايفين يعني الشوط اللي اتلعبه 30 دقيقه تقريبا سيطره كامله للنادي الاهلي على مجريات اللعب، بيتحكم في رتم اللعب براحته سواء هجوميا او دفاعيا، وبالتالي زي ما قلت لحضرتك ان الاهلي خلاص يعني بقى على اعتاب النهائي الرابع في تاريخه في دوري ابطال افريقيا، النهائي الرابع على التوالي. الاجواء داخل الملعب والجماهير ووجود الجماهير ومن الصبح في حاله من الحماس وسط الجمهور، ويمكن يعني جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى كلمه السر في المباريات اللي زي دي، وحاله من الحماس لجمهور النادي الاهلي حاصله اصلا بالنتيجه اللي اتحققت في رادس، فالنهارده كمان متوقع باقي الوقت يمشي ازاي والشوط الثاني يمشي ازاي على نتيجه هذه المباراه. خلينا اقول لحضرتك ان احنا لو جينا اتكلمنا عن مكاسب بطوله افريقيا السنه دي والصعوبات اللي مر بيها الاهلي في مرحله دور المجموعات والبدايه، وكان صعوب متعثر للنادي الاهلي في البدايه، يعني هيكون من ابرز مكاسب المرحله دي كلها في رايي هو عوده الجمهور مره اخرى، لان الجمهور الاهلي لو ما كانش في موقف صعب ما كناش هنشوف الالتفاف الجماهيري، في كل الاحوال الاهلي هو بيلعب بيبقى يوم عيد بالنسبه لجماهير النادي الاهلي حتى لو بيخوض مباراه وديه، لكن فكره التهافت مره اخرى للاستاد وكمان مع نقل المباريات من استاد السلام الى استاد القاهره ده ساعد في عدد كبير جدا ان الجمهور يكون متواجد، وبالتالي النهارده شايفين اسر وشايفين اطفال وشايفين شباب وشايفين انسات كل اطياف المجتمع متواجدين في الاستاد رغم ان العدد المره دي قليل 10,000 مشجع فقط، لكن كله متواجد كله حريص على مواجهه النادي الاهلي. النهارده يوم الجمعه عطله رسميه، اغلب المدارس او اغلب السنوات الامتحانات انتهت، وبالتالي كان فرصه كبيرة جدا لان يكون عدد كبير جدا موجود من الجماهير، بنتمنى المباراة بس تعدي على مستوى جيد من الناحية السلوكية والأخلاقية، لأن الأهلي لسه متغرم 120,000 دولار، ده رقم كبير جدا نظرا لما حدث من الجماهير سواء في مباراة الهلال أو مباراة الرجاء، فنتمنى إن المباراة تخرج سلوكيا وأخلاقيا بشكل جيد زي ما إن شاء الله تخرج فنيا بشكل جيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ هاني عبد الصبور الناقد الرياضي، طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي أمام الترجي، وهنتابع مع حضراتكم يعني كل اللي بيحصل في المباراة على مدار الحلقة. خلينا نروح لموضوع تاني وموضوع مهم الحقيقة، والأيام دي يعني من أكتر يعني الحاجات اللي بتقلق كل البيوت المصرية هي الامتحانات، لا صوت يعلو على صوت الامتحانات في كل البيوت المصرية، وطبعا لو احنا بنتكلم على مرحلة الثانوية العامة وحتى المراحل التعليمية الأصغر يعني خلاص يعني كل امتحاناتها خلصت، لكن التحدي الأكبر هنا هو الثانوية العامة، وكل بيت فيه ثانوية عامة بتلاقي فيه حالة من حالات الطوارئ. إيه اللي بيحصل وإزاي يستعدوا للامتحانات والترتيبات والتجهيزات؟ تبقى مهمة صعبة على الكل الحقيقة، وهنا أهم حاجة بتكون تهيئة الأجواء اللي في البيت للطالب اللي بيمتحن ده والله يعينه. الحقيقة كمان بقى فيه يعني تغييرات كتير حصلت في الثانويه العامه وفي التعليم في مصر في الفتره الاخيره، محاوله وجود تقنيات جديده دخلت زي التابلت والبابل شيت والحديث عنها واستعداد الولاد عليهم وتدريبهم عليهم وازاي يتعاملوا معاهم في موسم الامتحانات، اكيد كل ده بيخلي الاهل يعني ازاي يستعدوا لفتره الامتحانات ده موضوع مختلف. طيب يضغطوا اكتر يذاكروا اكتر؟ لا خلاص اللي ذاكر من اول السنه. طريقه المذاكره دي وهل الاستمرار في ان هم يفضلوا يروحوا دروس خصوصيه يعني بالتاكيد كلنا عارفين انها لسه مستمره وموجوده، لكن كمان ايام الامتحانات بتكون مكثفه بشكل اكبر. خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل اللي بيحصل وازاي يكون في مراجعه نهائيه للولاد قبل الامتحانات، وخصوصا ان احنا بنتكلم خلاص على يمكن
يعني 15 يوم او 12 يوم على الامتحانات. دلوقتي معانا على التليفون استاذه هبه عوض الله، استشاري التعليم الذاتي والالكتروني بوزاره التربيه والتعليم. مساء الخير على حضرتك، وايه شكل المراجعه النهائيه اللي يتناسب مع منظومه التعليم الحاليه؟ مساء النور، اهلا بحضرتك. خلينا نتفق، وانا هاخد من كلام حضرتك البدايه، من فعلا اللي هي الفتره صعبه، او احنا نقول نسميها كده مهمه صعبه، فاحنا لازم نبقى مدركين ده الاول. اولياء الامور لازم يبقوا مدركين ان الطالب نفسه بيمر بمرحله يعني بتكون فيها حاله من التوتر والقلق، عشان كده هم مش المفروض يزودوا عليه الكلام ده. بحب اكد على اولياء الامور ان احنا مرينا كلنا بالتجربه دي، وكانت من احسن التجارب في حياتنا. بالعكس كلنا بنقول يا ريتنا نرجع تاني ايام الثانويه العامه، واحساسنا بالنجاح وكل اللي كان متوقع مثلا ان هو يعني يحقق هدف، الحمد لله حقق اكتر منه ونجح في حياته، وصل لاحسن الحاجات طالما ان هو عنده هدف، طالما ان هو بيسعى للنجاح. فخلينا ناكد على معلومه مهمه قوي، انت ازرع في ابنك حب النجاح، وهو اكيد هو هيمشي في الطريق للنجاح. ده اول حاجه، انت مش محتاج ابدا تعمل له اضطرابات وقلق وحاجات. خلينا نمشي معاكي بخطوه بخطوه. نمشي باول حاجه، ايه هو الفتره الحاليه، ايه اللي نقدر نستغله عشان نقدر ندخل الامتحانات الثانويه العامه؟ مفيش حاجه اسمها ان الوقت راح، الوقت ما راحش، لا احنا لسه معانا وقت، ونقدر نعمل نشتغل قوانين التايم مانجمنت كلها، ونقدر نستخدم اوقات المذاكره السليمه، ونقدر نركز ونعمل الجدول بتاعنا. ويمكن الحمد لله ان جدول الامتحانات نزل فيه شيء من العدل شويه، ان في مساحات للمواد اللي هي محتاجه مذاكره محتاجه مراجعه، ونقدر ننظم وقتنا. ولكن هنا نيجي نقطه مهمه قوي مع تنظيم الوقت، اللي هو عدم التشتت او عدم التشتيت. انا مستكش نفسي في اكتر من مصدر، اكتر من يعني انت ذكرتي عنصر مهم قوي، اللي هو يعني للاسف احنا كلنا بنحاول نتجنبه، اللي هو دروس خصوصيه. فكره ان الولد دلوقتي يقدر ينزل يروح مع اكتر من مدرس ويراجع والكلام ده، يعني انا باكد ان ده يعني بيشتت الولد وما بيكونش صح ابدا. بالعكس، هو احنا عندنا دلوقتي وزاره التربيه والتعليم مقدمه مصادر متنوعه جدا وجميله، يعني بتخاطب جميع فئات الطلاب باختلاف انماط التعلم بتاعتهم. يعني عندنا بنك المعرفه متاح فيه مجموعه من المصادر المفتوحه اللي مجانا تماما، عندنا قناه مدرستنا ثلاثه اللي هي خاصه بالثانويه العامه، بتفتح طول اليوم مراجعات لكل المواد من امهر المدرسين، يمكن المدرسين اللي هم بقى مسؤولين فعلا مستشارين المواد في الوزاره، هم اللي بيعملوا اللقاءات دي. وهو اكيد ده هيفيد للطالب جدا ان هو يركز على مصدر تعلم نافع بدل من التشتت في مصادر اخرى قد تكون بتعتمد على مهارات ثانيه خالص غير المطلوبه في الامتحان. يعني استاذه هبه، عايزه اتوقف معاكي عن النماذج الاسترشاديه اللي نزلتها الوزاره، وازاي الطلبه تقدر تتعامل مع نوعيه الاسئله المختلفه اللي موجوده في ورقه واحده في اللجنه. طيب خليني اقول لك على حاجه، هي النماذج الاسترشاديه دي مهمه جدا. ليه؟ لان هي بتفوكس او بتركز معانا على النقاط اللي هي مهمه بما كل ماده، واللي انا اقدر من خلالها ادرب نفسي ازاي احل الاسئله في الامتحان. يعني انا دلوقتي لو عندي نموذج امتحان ومعايا النموذج الاسترشادي وطريقه بالفعل في البيت، فانا اقدر امسك النموذج الاسترشادي واحاول احل الاسئله بالقراءه من النموذج الاسترشادي، واعمل لنفسي يعني ولي الامر ممكن يساعد ابني يكتب ان هو يعمل لنفسه بيئه تشبه بيئه الاختبار. انت عارفه احنا لو جربنا ده مثلا مره في اثنين، احنا ممكن احيانا في ولاد بيجي لهم بانيك اتاك او حاجه ساعه الاختبار، لان هم مش متعودين على اللجنه بتاعه الاختبار. فانا مش لو متعودين على الشكل ده للاسئله بالظبط، فاحنا لو في البيت بس كده ببساطه، يعني بدل ما الام تبقى قاعده متوتره، لا جربي مع ابنك ان هو يبقى قاعد كانه جوه اللجنه بطقم بوقت محدد، بوقت محدد لكل سؤال. ده التجربه دي هتخليه هو يبقى، يعني احنا دايما حتى لما بيكون عندنا مثلا برزنتيشن او عندنا حاجه بنعمل قبلها زي تيست كده، فانت لو قعدتي مع ابنك او بنتك ومش تذاكريله خالص، لا تجربي معاه كانه هو في لجنه الامتحان، ويبدا يحط لكل سؤال وقته وهكذا. طيب في مجموعه من النصائح الاسترشاديه اللي احب ان انا يعني اذكرها لطلابنا في الثانويه العامه، زي مثلا منها انه يبدا باللي بيحبه، يعني يبدا ان هو يذاكر بالحاجه اللي بيحبها. كل ماده هو بما انه اختار المجال العلمي او الادبي، فهو عارف كويس قوي ان احنا الموضوعات اصلا الموجوده في المواد حاليا احنا درسناها قبل كده في خلال عمرنا السابق على مدار السنوات السابقه. فابدا بالحاجه اللي انت مفضله بالنسبه لك، وخدها اللي هو من النظام من السهل للصعب، خدها الى الاصعب فالاصعب. نظم وقتك كويس، اختار الوقت المناسب للمذاكره اللي انت بتحبه. في ناس مثلا تحب تذاكر تصحى من الساعه 5 تذاكر لحد مثلا الساعه 8، في ناس وقتها المفضل بعد يعني الساعه 12،
اختار الوقت المفضل وذاكر فيه، كل مكان الشيء مفضل ليك كل مكان الموضوع بيبقى اقرب يعني التذكر اثناء الامتحان. يعني ما ينفعش ان انا اكون مجبر على المذاكره، لا انا اكون حاسس ان ده شيء باختياري وانا مبسوط لاني انا في الاخر هحقق اهم مدرك الهدف ده ان هو حاجه هتوصلني للنجاح، حاجه هتوصلني لحاجه كويسه، مش اشتغل ابدا على حته التوتر وانت هتجيب مجموعه وفلان ده، لا لا الموضوع مش المجموعه خالص، الموضوع ان انا ابقى شخص ناجح اصلا. يعني هي دي اللي احنا تقريبا كلنا ادركناه بعد ما خلصنا موضوع الثانويه العامه، ان الاهم في الموضوع ان انا اكون ناجح، مش الاهم ان انا اجيب مجموع كبير. ده يعني بالنسبه للنقاط اللي احب ان انا اكد عليها لطلاب الثانويه العامه. طبعا الفتره دي برضو نبعد عن التشتت، عن الموبايل، عن البرامج اللي فيها مسلسلات، عن الكلام ده. خلينا ناكد ان هي فتره يعني انا عندي جدول، انا محتاجه اركز علشان انجح، لان اي معلومه زياده انا بدخلها على دماغي ممكن تشتت لي عقلي. ان الموضوع بيمشي في شكل مدخلات ومخرجات، انا عندي مجموعه من المدخلات الموجوده في المناهج زي المفاهيم والمصطلحات التواريخ والاحداث والمعلومات، لازم ان انا افرجها في شكل معلومات برضو اكتسبتها اقدر اوظفها في حياتي، مهارات حياتيه، مهارات تطبيقيه، تجارب علميه اقدر ان انا اطبقها. فالامتحان بيجي عشان يقيس انا اتعلمت ولا لا. صحيح. يعني كلها اكيد نقاط مهمه جدا جدا في الايام اللي جايه اللي باقيه قبل امتحانات الثانويه العامه، اللي هي بالتاكيد تهم كل البيوت المصريه. لكن طبعا وفي النهايه دايما بنقول انه الثانويه العامه مش نهايه المطاف، تعمل اللي عليك وتجتهد، والمهم انك تكون شخص ناجح، والنجاح ده نسبي، ناجح في اللي انت عايز توصل له. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذه هبه عوض، استشاري التعليم الذاتي والالكتروني بوزاره التربيه والتعليم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، وان شاء الله كل التوفيق لكل الطلبه اللي في ثانويه عامه. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نكمل فقرات. اهلا بحضراتكم من جديد. من ساعات اختتمت فعاليات القمه العربيه رقم 32 واللي عقدت في مدينه جده. قضايا كثيرة وأحداث كثيرة طبعا شهدتها هذه القمة، ويمكن الحديث اليوم عن عودة سوريا للمشاركة لأول مرة من 12 سنة حديث هام جدا جدا جدا. أيضا مناقشة القضايا الهامة زي القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة اليوم، أيضا الأزمة السودانية ويمكن دي الأزمة الأحدث بالنسبة للعرب. أيضا كان حاضر وبقوة الملف يعني الروسي الأوكراني، واللي تمثل النهاردة في حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي وخطاب أيضا من الرئيس الروسي بوتين. كيف يمكن أن تكون هذه القمة مرحلة جديدة ومرحلة هامة من عمر الوطن العربي؟ كيف يمكن أن نرى تكاتف عربي عربي يحل الكثير من الأزمات في المنطقة؟ نطرح مع حضراتكم كل هذه التساؤلات وأكثر ونناقشها مع ضيفنا النهاردة اللي منورنا في الاستوديو. أهلا بحضرتك يا دكتور منور. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. حالة التعافي العربي اللي بيتحدث عنها الجميع اليوم في قمة جدة، ويمكن حالة من التفاؤل والإيجابية بعودة سوريا للحضن العربي ووجود الرئيس بشار الأسد اليوم وكلمته أمام القادة العرب، ماذا بعد عودة سوريا وكيف يمكن أن يؤثر هذا على الأزمة السورية على أرض الواقع؟ طبعا يعني القمة هي قمة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، قمة مختلفة نتيجة عدة متغيرات نوعية ظهرت فيها بشكل واضح، وأولى هذه النقاط هي عودة سوريا إلى الحضن العربي بعد أكثر من 12 عام من الاستبعاد من الجامعة العربية. سوريا يعني اتخذ القرار بأيادي عربية، هي قمة مهمة لأن هذه القمة هي قمة إيجاد حلول عربية للأزمات العربية، وبالتالي أرى أنها وضعت خارطة طريق واضحة لكيفية إيجاد حلول شاملة لكل القضايا العربية ولمواجهة التحديات المتزايدة بشكل واضح وكبير على المستوى العربي وأيضا الدولي والإقليمي. أيضا هناك متغيرات أخرى مهمة جدا جعلت هذه القمة استثنائية، كما أشرت لحضرتك أستاذ هديل، الجزئية الأولى هي عودة سوريا، الجزئية الأخرى هو التقارب السعودي الإيراني وانعكاساته بشكل إيجابي جدا على أربع ملفات رئيسية، سواء الملف اليمني أو الملف السوري أو الملف اللبناني أو الملف العراقي. وأيضا الملف اليمني مهم جدا، هذه الملفات هي ملفات رئيسية، وأيضا التقارب العربي التركي وده أيضا مهم جدا. والمتغير الأخير هو ظهور قوى دولية بتحضر لأول مرة اجتماعات القمة العربية، وهو الرئيس زيلينسكي
رئيس أوكرانيا، واللي ده بيؤشر لمرحلة جديدة من القوة العربية، وبيؤطر إلى أن المنطقة العربية بتستغل الفرصة الذهبية اللي أتحتها لها الحرب الروسية الأوكرانية، وبتتحول إلى قطب مهم جدا في صناعة الحل السياسي السلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة بعد قيام الجامعة العربية بإنشاء مجموعة الاتصال العربية وعلى رأسها طبعا مصر والسعودية. طيب دكتور فارس، عايز أتوقف مع حضرتك هنا، كيف يمكن أن يكون الدور العربي فاعل في أزمة زي الحرب الروسية الأوكرانية؟ ماذا تمتلك الدول العربية من أدوات للتأثير في هذه الحرب؟ سؤال مهم جدا. القوى العربية لديها من الثقل السياسي والاقتصادي القوي جدا، اللي بيجعل أن هناك تهافتا دوليا على نسج شراكات حقيقية مع الدول العربية، وأيضا شهدنا أن الجامعة العربية لم تتأخر عن يعني تدشين مجموعة الاتصال السياسي، واللي انطلقت وكانت هناك لقاءات من قبل هذه المجموعة بالرئيس بوتين وأيضا رئيس زيلينسكي، وأيضا هناك نوع من أنواع الثقل السياسي. بدأت المشهد في العالم بشكل كبير يتغير في ظل تحول المشهد من عالم القطبية الأحادية إلى عالم الثلاثية القطبية، يعني طبعا سياسية واضحة، الصين يعني وروسيا والولايات المتحدة بيتنافسوا على المنطقة العربية، وهؤلاء الأقطاب الثلاثة بيسعوا إلى إقامة ونسج شراكات حقيقية مع الدول العربية. وبالتالي نقطة جوهرية أخرى، أن المنطقة العربية دائما ما تتبنى مبدأ الحياد الإيجابي، ومبدأ الحياد الإيجابي بيجعل هناك فرصة لحل هذه القضية، لأن الجزئية دي بالفعل الإدارة الأمريكية بتعتبرها روسيا يعني حليف استراتيجي لأوكرانيا ووسيط غير مقبول، وأيضا الصين ينظر إليها من قبل الغرب والإدارة الأمريكية باعتبارها حليف استراتيجي لروسيا. وبالتالي العنصر الأهم في المجموعة العربية أو في جامعة الدول العربية إن هي التزمت مبدأ الحياد الإيجابي منذ البداية، وتسعى وبقوة إلى أن يكون هناك تغيرا كبيرا في التعامل مع الأزمات الدولية نتيجة الانعكاسات السلبية الخطيرة اللي انعكست على المنطقة، سواء في أزمة الأمن الغذائي أو أزمة الطاقة. صحيح، ويمكن كان في خطاب الرئيس بوتين للقمة تأكيد على علاقة روسيا بالدول العربية، واللي فسرته الناس رد على خطاب الرئيس الأوكراني زيلينسكي اليوم للقادة العرب في قمة جد. لا، هو العلاقات العربية بشكل عام الروسية لا يمكن أبدا أن يتحدث عليها، لأنها علاقات استراتيجية وقوية جدا في ظل الانفتاح على كل الأطراف الفاعلة في الحرب الروسية الأوكرانية. ومن الممكن جدا أن نشهد مبادرة عربية حقيقية بعد حضور الرئيس زيلينسكي، أن نشهد مبادرة عربية حقيقية. وعلى فكرة القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي أكدت على هذا المعنى ليس اليوم فقط، ولكن في القمة العالمية للحكومات في دبي أكد الرئيس السيسي على ضرورة إيجاد حل شامل للأزمة الروسية الأوكرانية، حل سلمي. وأيضا في كوب 27 أمام أكثر من 120 رئيس دولة، وأكد على هذا المعنى تحديدا، وضرورة أيضا إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية، لأن الدولة المصرية تدرك وبشكل واضح حجم التحديات اللي بتواجه المنطقة العربية نتيجة هذه الحرب والتراكمات عندما تمتد هذه الحرب لأكثر من ذلك. وجود مصر والإمارات والسعودية وهي الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية اليوم في قمة جدة، ودعوة القادة العرب لطرفي النزاع في السودان للعودة لطاولة المفاوضات وتوقف هذه الحرب، اللي يمكن تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في كلمته بأنها يعني ستكون لها تبعات كارثية إذا استمرت بهذه الوتيرة على المنطقة وعلى السودان وأهله. كيف يمكن أن يكون للدول العربية ولقمة جدة اليوم تأثير حقيقي على الأزمة في السودان؟ طبعا يعني لو احنا يعني اسقطنا موضوع حل الازمه في سوريا على نفس النهج ونفس المسار اللي صارت عليه الدول العربيه، هنرى ان الدول العربيه والجامعه العربيه تريد ان يكون الحل في السودان بأيادي سودانية بعيدا عن التدويل وبعيدا عن إطالة أمد الصراع. وبالتالي تسعى الدولة المصرية تأكيدا لمبادرة الرئيس السيسي الذي سعى بكل قوة إلى إيجاد حل سوداني بعيدا عن التدويل وبعيدا عن استخدام القوة الكبرى لأزمات المنطقة لإطالة أمد الصراع وتعطيل الحل السياسي. وبالتالي أرى أن القوة العربية الفاعلة الآن في المشهد العربي، سواء الرئيس السيسي أو القيادة في السعودية والقيادة في
الإمارات قادرين على صناعة الفارق من خلال أولا تم يعني الإعلان عن إعلان جدة أو هو إنساني في المقام الأول، ثم بعد ذلك سيكون هذا هو البناء الذي سيتم عليه في الفترة القادمة بين الطرفين سواء الفريق البرهان وحميدتي، وسيكون هناك العمل على وقف إطلاق النار والعمل على استقرار الأوضاع في السودان، لأن عدم استقرار الأوضاع في السودان سيمثل نقلة خطيرة جدا، لأن السودان لديها حدود مشتركة مع أكثر من 7 دول، وبها يعني أصبحت بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية، ومن الممكن جدا أن تتمدد الأعمال القتالية خارج الخرطوم ثم تمتد إلى الحدود السودانية، مما سيمثل تهديد خطير لمنطقة القرن الأفريقي ولشرق أفريقيا بالكامل. وبالتالي الدولة المصرية وبصفتها لديها حدود مشتركة مع الجانب السوداني تريد أن يكون هناك انتهاء لهذه العمليات في أقرب فرصة، خاصة أنها تؤثر وبشكل كبير على الأمن القومي المصري. خارطة التوافق العربي فيما بعد القمة، خصوصا أنه هذا التوافق بتحكمه مصالح متضاربة ما بين الدول العربية ويعني القوى الدولية من جهة، ومن جهة أخرى ما بين الدول العربية وبعضها. سؤال مهم جدا. أرى أن الفترة هذه الفترة هي فترة ناجحة بكل المقاييس للمنطقة العربية، لأن التوافق بدأ يظهر أكثر بكثير عن ذي فترات سابقة. الفترات السابقة كان في نوع من أنواع يعني نوع من أنواع الاختلافات في وجهات النظر بالنسبة للقضايا العربية، ولكن الآن أصبح الموقف العربي أكثر قوة وأكثر تماسك وقادر على صناعة الفارق، في ظل أن احنا لأول مرة بنشهد أن هناك على سبيل المثال اعتراض أمريكا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومع ذلك تتخذ الجامعة العربية قرارا في 7 مايو بعودة سوريا بعيدا تماما عن أي اعتراضات خارجية، لأن ده بيمثل حلول عربية كبيرة للأزمات المتعاقبة، ومن الممكن جدا أن يتم تنفيذ هذه الحلول أيضا للأزمة السودانية. وده الإطار العربي للنهاردة، كانت الكلمة دي الحقيقة كلمة فارقة في أنه حل القضايا العربية في إطار عربي فقط، وده اللي أكد عليه فخامة الرئيس السيسي في كلمته اللي هي صغيرة جدا ولكنها كانت مركزة وواضحة وموجزة ومؤكدة على ضرورة تفعيل الدور العربي. لأن تفعيل الدور العربي، وأشار كده فخامة الرئيس السيسي بشكل واضح أنه لابد من تفعيل الدور العربي لحل الأزمات العربية بعيدا عن التدويل وبعيدا عن التدخلات الخارجية وبعيدا عن الأطماع الأجنبية في الكثير من الدول العربية. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ السياسة الدولية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهاردة في التسعة. شكرا يا فندم، كنت سعيد مع حضرتك. شكرا كده مشاهدينا، وصلنا مع حضرتكم لنهاية حلقتنا، دايما نشوفكم على ألف خير.